وهذا سائل يقول: عندنا نسلم على يد السادة وعلى ركبهم لأنهم من أهل البيت، وذلك تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أهلنا هذا الأمر، فما الحكم في هذا؟ لا دليل على ذلك، وليس لهذا أصل، ليس لهذا أصل ولا دليل على أن نتقبل الركب والأرجل، هذا ما عليه دليل. نعم.